السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. لاول مره كيدخل القناه ديالنا، هذه القناه طاوله الطبخ مع لطيفه سعيده. انا سعيده والاخت ديالي لطيفه. اليوم غادي نشارك معكم براونيز كيتو، واحد الدسر اللي معتمد عندي كناكلو دائما، كيعجبني نصاوبو حتى العائله ديالي. براونيز كيتو صحيه خاصه للنظام الكيتو، داء السكري، والناس اللي عندهم حساسيه الجلوتين او حساسيه اخرى اصلح لهم 100%. دوزوا معايا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. واحد 60-70 غرام ديال الكركاع، 60 غرام ديال ستيفيا اللي كنوريكم دائما كنستعمل هذه اولا الفرا ديك الحمراء، كنطحنها كندوزها في الماكينه باش تولي بودره، تجمي بودره. 3 ديال المعلقه صغار ديال الكاكاو المر، كنستعمل هذا خالي من السكر بطبيعه الحال، كاكاو مور بورو. 3 ديال المعلقات هاد العبار ديال هاد المعلقه. عندي هنايا واحد الحفينه ديال الشوكولا مقطعه طرف طرف، غادي نزيدوه في البراوني، وهاد الجوج غادي نذوبهم. كنستعمل هاد الشوكولا 95%، يعني مر حتى هو، فيه نسبه السكر قليله جدا الكارب. غنحتاجو شويه ديال الفانيليا، شويه ديال القرفه، واحد شويه ديال المليحه، قبصه، خميره الحلوه، وغادي ندير هذا الميكس ديال البراوني اللي كنشريه انا. متوفر عندنا لي سافور ديال الكوكيز، انا خديت براوني كيجي رائع في البراوني وخالي من السكر بطبيعه الحال. عندي هنايا 50-60 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، مع 50-60 غرام ديال الفرماج ديال الدهن، هذاك جبنه طريه، غادي نديرهم يذوبوا، ومن بعد غادي نذوب معاهم هاد جوج طريفات ديال الشوكولا. المول عندنا بطبيعه الحال مدهون زبيدة واجد، وغادي نستعملو طحين اللوز. انا عندي هنايا واجد طحنته قبل، انا وجدته بالقشره ديالو، وهذاك البيض اللي كتشوفوا هنايا لتحت هذا كنشريه واجد، اما هذا كنشريه غير اللوز وكنطحنو بالفيبره ديالو. دونك غادي نشعل الفران وعلى بركه الله نبداو طريقه التحضير.
ايمان كان فاش كنا نعرفوا باش نعرفوها بانها طاب نحشيو فيها هكا الكور دون ولا هادو الا خرجت ناشفه راه صافي طابت. خصنا نعرفوا بان طحين اللوز ما كيطلعش بحال الطحين العادي، طحين اللوز وطحين الكوك ما كيطلعوش في البسكوتشو بحال الطحين العادي، ولكن لا باس بها راها غزاله والمذاق روعه. غادي راه مازال سخونه غادي نقطعها معاكم داك الشوكولا اللي درنا لها لداخل. هذه نقطعها هنا على هذا الشكل مصويات. بسم الله الشوكولا كامل راه طاح. الشوكولا الداخل كامل دايب. هانتوما غزاله رائعه. غادي نستمر نقطعها كامله. كتجي رائعة الشوكولا كيجي دايب لداخل ما كتجيش ناشفة كتجي هشيشة ورطبة غزالة معنا. هانتوما غزالة. وإلى هنا البراونيز ديالنا ها هي وجدت معنا قطعتها الدوازتاي والقهيوة ديالنا في المساء مع وليداتنا والكل عائلة. براونيز كيتو صحية 100% لدأ السكري والحساسية الجلوتين. الى عجبكم الفيديو شيروا له بلايك، شاركوا مع الاحباب والاصدقاء، وما تنساوش تضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد. والى هنا نخليكم في امان الله. تهلاو لي فراسكم. مع السلامه.